ازيكم يا اجمل متابعين. وقفنا المره اللي فاتت لما سلمى كانت موجوده هي وفهد وقت مرسي ما كان بيضايق جميله، وساعتها جميله رجعت بعد ما قفلت الباب ورا سلمى ولقيت ان سلمى نسيت الساعه بتاعتها على الترابيزه. وقتها بصت من البلكونه لكن لقيتهم كانوا مشيوا. قررت ان هي تاني يوم تروح تدي الساعه لفهد في الشركه، وفعلا تاني يوم في الشركة راحت جميلة لمكتب فهد، وطبعا قابلتها السحلية اللي اسمها سوزي اللي قالت لها والله عيل والله عيل بقينا نشوف بتوع الأرشيف طالعين نازلين كده على مكتب فهد بيه. ايه شايفة يعني ان رجلك خدت على هنا؟ من فضلك يا أنسة سوزي انا عاوزة اجابل فهد بيه في موضوع ضروري، قوليله بس جميلة برا وهو يدخلني على طول. دخلت سوزي وهي بتنفخ ومتضايقة قوي وقالت لفهد على طلب جميلة، وطبعا قال لها تتفضل على طول. دخلت جميلة وقعدت، وساعتها فهد قال خير يا دكتورة في حاجة؟ مرسي جالك تاني مبارح بعد ما احنا مشينا؟ لا 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 ما جاش، بس انا كنت جاية لحضرتك عشان حاجة تانية خالص. الحقيقة ان سلمى اخت حضرتك نسيت الساعة بتاعتها مبارح بعد ما مشيت، انا لقيتها على الكنبة ولما خرجت عشان اشوفكم لقيتكم اتحركتم، فجيت النهاردة عشان اديها لك. متشكر جدا يا دكتورة بجد مش عارف اقولك ايه. ما تقولش اي حاجة، عن اذنك انا هرجع شغلي تاني. بترجع جميلة شغلها وبيعدي اليوم عادي، وبيجي اخر اليوم وفهد بيروح البيت وبيدي اخته الساعة اللي تفاجئ بيها، بتقوله يا سلام غريبة يعني دي الساعة دي رولكس، وانا ما كنتش متوقعة بصراحة انها ترجعها، بس طلعت بقى شاطرة ورجعتها. انت قصدك ايه؟ بص يا فهد يا حبيبي انا لما رحت معاك ما كنتش متوقع ان الاقيها دون المستوى بالطريقه دي، عشان كده قلت اعمل حركه اتاكد بيها اذا كانت البنت دي فعلا تستاهل فهد بيه زهران ولا لا. يا سلام وانت مين اللي اداكي حق بقى تعملي كده مع جميله؟ ازاي ما تقوليليش حاجه زي كده؟ وازاي اصلا تفكري بالطريقه دي؟ حد جالك عليا ان انا عيل صغير وما بفهمش في الناس؟ أني أسفة يا فهد بس أني حاجة كده لا إرادية اللي خليت نعمل كده، لكن مفيش حاجة حصلت لكل ده والبنت طلعت كويسة وأمينة. بص يا سلمى أنا عمري ما كسيت عليكي، ما تخلينيش أعملها دلوقتي، وياريت ما تعمليش الكلام ده تاني لأن أنا ما بحبوش، المرة دي هعديها لك. تمام يا فهد. وفي الورشة عند مرسي كان قاعد ومتضايق قوي، دخل عليه شوقي صاحبه وقال له إيه يا عم مالك بتطلع دخان من كل حتة كده ليه؟ وإيه السجاير دي كلها؟ أنت عايز تقطع نفسك النهاردة؟ رحت امبارح عشان أقعد شوية مع بنت خالتي، طلع لي واحد كده معرفش هو مين وبيقول لي طرجنا. واحد؟ طب ما تقول لي كده إيه اللي حصل بالظبط؟ وقتها مرسي حكاله على كل حاجة، وساعتها شوقي قال له صاحبتها مين دي اللي كانت بتكلمها وجات وأنت بتحاول تفتح الباب؟ وأنت بقى إن شاء الله التمثيلية دي دخلت عليك؟ يا عم ما دخلتش عليا ولا صرفتها حتى بربع جنيه، هو ده اللي مخليني قاعد زي خيبتها كده ومش عارف اعمل ايه. هقطع دراعي المكان في بينها حاجة وبين الواد اللي انت شفته ده. بنت خالتك يا حبيبي انا اسمع منهم انها حلوة وحلوة بزيادة، وحلاوتها دي اكيد مش هتفضل يعني ركنها تحت حتة القماشة السمرة اللي هي لابساها، اكيد هي مدورها من وراك. بس اللي زي دي بقى فاهمة تدورها مع مين؟ اكيد مدورها مع ناس عليوي. انت مش بتقولي نجولها مبارح؟ دول عليوي جوي، يبقى خلاص شكلها كده عايشة حياتها وهتديك الصابونة انت في الاخر. طب وبعدين اخرة الحكاية دي ايه؟ اني لو ما اتجوزتش البت دي وطلتها اني ممكن اعمل مصيبة، ولو طلعت زي ما انت بتقول اني هدفنها مكانها. لا 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 اهدى كده، البت دي انت مش هتاخدها غير بالعافية والاجبار. يعني هي مش قالت لك تستنى لحد ما السنة دي تخلص؟ خلاص استنى لحد ما السنة دي تخلص، قدامها بتاع حوالي 4 شهور تخلصهم على خير وبعدها بقى تروح لها وتتمم كل حاجة، ولو عصلجت ساعتها تعمل لها فضيحة في الشارع وهي وحيدة ويتيمة ومش هتستحمل كده وهتعمل لك اللي انت عاوزه. فعلا كل اللي انت بتقوله صح، انا لازم استنى، واربع شهور مش كتير. وفي بيت الحاج زهران كان قاعد وسرحان قوي، ساعتها دخلت عليه الحاجة صفية وقالت له واه خبريها عاد يا حاج مالك ايه اللي بيك؟ والله ما خبرش يا صفية، أنا سألت على البت واتجزت وطلعت بت زي الجنيه الذهب، بس يعني يوم ما نروح نخطبوها ما خبرش هنخطبوها من مين؟ البت ملهاش أهل. هو أنا ما خبرش هقول إيه لولدك؟ والله يا حج إحنا عمرنا ما كنا بنتحدد كده، لكن ابنك راكب راسه ما خبرش نسوي إيه؟ هقول لك إيه يا حجة، إيه رأيك ناخدها لولدنا وهي في النهاية دكتورة ومتعلمة ومتنورة، وطبعا هي زينة البنتة سمعتها زينة جوي. خلاص يا حج كلم ولدك وفرحه
وقول له ان انت موافق، وخليه حدد يوم ونروح نشوف البنية ونتعرف عليها، وبعد ما البنت تخلص الكلية السنة دي يبقوا يتجوزوا. لا يعني انا بفكر يعملها له مفاجأة، واخدك ونروح له هو وسلمى ونقضي يومين في مصر، احنا قديلنا كتير ما خرجناش برات البلد. يا ريت يا حاج. خلاص انا هقوم دلوقتي اجهز للزيارة، وبكرة الفجرية نتوكل على الله عشان نوصل له قبل المغرب. زين يا حاجة. وفي الارشيف كانت قاعدة جميلة هي وسناء، وحكت لها على اللي عمله مرسي واللي عمله كمان فهد. ساعتها سناء قالت لها بمكر، يا بنت اللذينة ده الواد وجع على الاخر. وجع ايه بس، انت هتعملي زي اخته يا مدام سناء، اللي زي ده اهل وعزوة ومال وجمال، ايه اللي يخليه يبص الواحدة زي. لا يا حبيبتي، اللي يخليه يبص لها حاجات كتيرة جوي. اول حاجة كده انك دكتورة، مش هقولك ان انت حلوة. ثانيا يا حبيبتي، انت لو اي حد بس سأل عليكي هيعرف جديه انت جميلة ومعدنك طيب يا قلبي. انت اسم على مسمى، ما تجليش بنفسك كده. الله يجبر بخاطرك، والله ما حد بيجبر بخاطر غيرك انت يا مدام سناء. بيعدي اليوم ده عادي، وتاني يوم بعد فهد ما بيخلص الشركة بيروح البيت وبيتفاجئ بأبوه وأمه موجودين. وقتها فرح جدا وقعد معهم وقال، واه ايه الطلة الحلوة دي، والله يا حج لو كنت خبرتني انكم هتوصلوا النهاردة انا كنت فرشت الشارع كله ورد. ضحكت سلمى وقالت، يا سلام على الباكش. اتكلمت الحاجة صفية وقالت، احنا يا ولدي ما رايدينش في الدنيا غير سعادتك انت وخيتك. اتكلم الحاج زهران وقال، بزيادك بقى يا حاجة صفية، انا عايز اقول له الخبر الجميل اللي جايين له عشانه. خبر ايه يا حاج؟ انا جاي النهاردة عشان اخطب لك العروسة اللي انت رايدها يا ولدي. هتتكلم بجد يا بوي؟ الحديد ده حقيقي ياما؟ واه اتخبلت اياك، من ميت ابوك بيقول حديد فاضي. انا اسف يا بوي، بس الفرحة مخلياني مش مصدق. لا صدق يا حبيبي، ابوك وامك جايين من الصعيد الجواني علشان خاطر ولدهم، يا ترى بقى لما اجي انا اتجوز هتعملوا ويايا ايه؟ لا انت لازم تتجوزي جاري، اخوكي صبي اللي هيتجوزها هيجيبها معاه، لكن انت صبية لازم تتجوزي جار امك. خلونا دلوقتي في الحديث اللي جايين فيه. بص يا ولدي، انا سألت عن البنت واتجست وعرفت انها بنية زينة جوي، لكن احنا هنطلبوها من مين يا ولدي؟ أكيد يابا هنطلبها من الأستاذ عبد التواب، هو في مجام أبوها وولي أمرها كمان. تمام يا ولدي، كلم الراجل اللي هتقول عليه ده وحدد لنا معاد علشان نتمم كل حاجة. تمام يا بوي، أنا بس يعني كنت حابب إننا نعمله دلوقتي كتب كتاب. جميلة قاعدة لحالها وأنا ما هقدرش أروح واجي عليها كده من غير ارتباط رسمي يعني. عين العجل يا ولدي، طول عمرك هتفكر في الأصول. تمام يا ولدي، خبر الأستاذ عبد التواب وبعدها حدد لنا معاد نشوف العروسة فيه. تمام يا بوي. وتاني يوم في الشركة أول فهد ما وصل طلب من سوزي إن هي تدي خبر للأستاذ عبد التواب إن فهد عاوزه، وفعلا راحت سوزي وجه بعدها عبد التواب اللي اتفاجئ بفهد بيقوله، بص بقى يا أستاذ عبد التواب، من غير الدخول في تفاصيل كتير، أنا عايز أتجوز جميلة وأنا عارف إن هي ملهاش حد غير حضرتك، فأنا عايزك بقى تتكلم معاها وتاخد لي منها موافقة مبدئية عشان أنا أهلي جم امبارح من الصعيد وعايزين نخلص الموضوع. حيلك حيلك بس يا ابني، أنا مش مستوعب اللي أنت بتقوله، أنت عايز تتجوز جميلة وأهلك موافقين؟ وإيه اللي فيها يا أستاذ عبد التواب؟ هي جميلة يابها حاجة؟ لا 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 خالص، مين اللي جالك ده؟ جميلة بنت مفيش زيها في أدبها وأخلاقها وجمال وتعليم، بس يعني أنا بتكلم على أهلك يا ابني، أكيد عايزين لك واحدة من نفس المستوى. لا يا أستاذ عبد التواب، أنا أبويا راجل مهندس وأمي كمان ست كانت مديرة، يعني ناس متعلمين وفاهمين، وإحنا ما عندناش العقد بتاعت لازم تتجوز من طبقتك والكلام ده. طالما البنت كويسة ومؤدبة ومحترمة ليه لأ؟ أني لما بكلمك دلوقتي بكلمك عشان خاطرها هي، مش عايزة تحس بأي إحراج. هو صحيح، وانت بتبلغها قول لها ان انا عاوز يبقى في ارتباط شرعي، يعني يبقى كتب كتاب، ومش عايزها خطوبة بس. يعني يا ابني هي هتلحق تجهز نفسها ميتة، انت عايز تعمل كل حاجة في يومين؟ يا استاذ عبد التواب، حضرتك عارف ان جميلة عايشة لوحدها واني مقدرش اروح لها زيارة وهي قاعدة لوحدها، دي اصول واني راجل صعيدي في النهاية ومحبش اتعدى الاصول ابدا. هو انت شفت جميلة يا فهد يا ابني؟ وقتها فهد سكت. ساعتها عبد التواب كمل وقال، أنا آسف بس إصرارك الجامد عليها ده ملوش غير معنى واحد، إن أنت أكيد شفتها، وأنا هشوفها فين بس يا حج عبد التواب، أنا جاي على السمعة.
مش محتاج تبرر يا ابني، اجده ولا اجده لو جيت ان انت تخطبها لازم هتشوفها. عموما انا لما اروح البيت هتكلم معاها، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. لا وليه تستنى لحد ما تروح البيت؟ هي تحت في الارشيف، يعني معظم الوقت بتكون فاضية. انت ممكن تكلمها هنا. ايوة يا ابني، بس انا عندي شغل، يعني في حسابات كتيرة جاوي فوق دماغي. يا استاذ عبد التواب ما تحبكهاش بقى، انا هخلي الاستاذ سامي يخلص كل الحسابات اللي عندك، وهي يعني نص ساعة تقعدها معاها. حاضر يا ابني اللي تشوفه. وفعلا بينزل عبد التواب وبيقعد يتكلم مع جميلة، وبتكون سناء قاعدة وبيقول لهم عن رغبة فهد وعن كل اللي قاله له. وقتها سناء قالت طبعا موافقة، يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. أيوة يا أستاذ عبد التواب، بس مرسي هعمل فيه إيه؟ اتكلمت سناء بغضب وقالت مرسي إيه ده اللي بتتكلمي عنه؟ أنت اتهبلت يا بت، بقى يبقى معاكي فهد الصعيد وتبص للعرسة اللي اسمه مرسي؟ ده لو بس فهد بصله بده مرسي ده هيجري زي الفار. انت يا بنتي مش واخده بالك فهد عامل ازاي؟ ده طول بعرض بعضلات، مش تقولي لي مرسي الميكانيكي. الحجني يا عبد التواب يا اخويا بدوا الضغط، البت دي بقت دكتوره ازاي؟ اعذريها يا مدام سناء، ما اصل مرسي عيني مربلها الرعب. خلاص يا استاذ عبد التواب خليهم يجوا بكره بعد الشغل. وتاني يوم اخدته جميله اجازه علشان تقدر توضب البيت هي وناديه مرات عبد التواب، وكمان يعملوا شوية حلويات بسيطة كده علشان الناس اللي جاية. وعلى دقة الساعة 7 زي العادة في أي خطوبة أو تعارف جديد كان جاي فهد هو وعيلته علشان يخطبوا جميلة. طبعا كان موجود الأستاذ عبد التواب ونادية مراته اللي قالت والله يا جماعة انتوا هتاخدوا جوهرة، جميلة دي اسم على مسمى. اتكلمت الحاجة صفية وقالت طبعا من يشهد للعروسة. واتكلم الحاج زهران وقال بصوا بقى يا جماعة، أنا راجل مليش في اللف ولا الدوران، أنا رايدك يا بنتي الولد فهد، إيه قولك؟ جميلة بإحراج ما ردتش ساعتها، الأستاذ عبد التواب قال جميلة موافقة يا حاج زهران، وإحنا مش هيجيلنا أحسن منكم. وقتها فهد قال خلاص بقى يا حاج، زينك ده، إحنا أخدنا الموافقة، أنا بقولها شيء عجيب المأذون. وقتها جميلة ضحكت جدا، لأنها أول مرة تسمع فهد وهو بيتكلم صعيدي. ساعتها الحاج زهران قال واه هتضحكك ده ليه يا بنتي؟ هو ولدي جال حاجة تضحك؟ اتكلم عبد التواب وقال لا اصل احنا يعني اول مرة نسمع فهد بيه وهو بيتكلم صعيدي، فعشان كده تلاقينا مرتبكين شوية. وبعد حوالي ساعتين كان المأذون خلص كل حاجة، لان فهد كان مرتب كل حاجة، وقال جملته الشهيرة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وقتها فهد قعد مع جميلة، واول حاجة طلبها منها ان هي ترفع النقاب وهم قاعدين مع بعض. وفعلا جميلة رفعت النقاب. وقتها فهد قال لها وهو بيمسك ايديها بسم الله ما شاء الله، انا عمري ما كنت اتخيل ان مرتي تبقى بالجمال ده. جميلة بارتباك وهي بتسحب ايديها لو سمحت يا فهد بيه بلاش كده. فهد وهو بيمسك ايديها جامد هو ايه اللي ما ينفعش كده؟ وايه بيه دي؟ انا لولا ابويا وامي كنت عملت حاجات كتيرة جوي، هو انت مش حاسة بيا ولا ايه؟ جميلة طبعا كانت وقتها وشها في الارض مش عارفة تقول له ايه ولا تعمل ايه. ساعتها فهد قال لها خلاص بس ايه يا بنتي فدان الفراولة للضرب في وشك ده، عموما انا شكلك ده مش هقدر استنى لبعد الكلية. وقتها جميلة قالت بخوف لا ارجوك يا فهد بلاشك ده عشان خاطري الا الكلية. خلاص يا ستي، وعموما انا مقدرش اعمل حاجة انت مش حباها، وكتب الكتاب ده على فكرة الغرض منه ان انا اقدر ارجيلك براحتي. ربنا يا حبيبتي يبارك لي فيكي ويقدرني ان انا سعيدك. عادت القعدة بسلام. ومر يومين بعدها الحاج زهران والحاجة صفية سافروا على الامل في العودة بعد 4 شهور لما جميلة تخلص امتحاناتها. وطبعا فهد كان كل شوية بيبعت لجميلة في المكتب، وزيه زي اي 2 متجوزين كان بيحصل ما بينهم بعض الحاجات الرومانسية، يعني مثلا يمسك ايديها هي مراته في النهاية. لحد ما في يوم وهي عنده في المكتب دخلت سوزي من غير ما تستأذن، وكان وقتها فهد حاضن جميلة. ساعتها جميلة اتنفضت وطلعت تجري. وقتها فهد قال بغضب انت اتجننتي، انت ازاي تدخلي علينا كده؟ والله يا استاذ فهد انا ما كنتش اعرف ان الست اللي لابسه حته سودة على وشها زباله قوي بالشكل ده. وقتها فهد قرب عليها وادالها اللي فيه النصيب واتكلم وقال لها اللي انت بتتكلمي عليها دي اشرف من 100 واحده زيك، دي مرتي وانا اللي غلطان ان ما عرفتش الشركه كلها، لكن عينيا الاتنين انا هعرفكم كلكم. ولا عرفكم ليه؟ هما لما يعرفوا انت اتطردتي ليه هيعرفوا الخبرين مع بعض،
يلا غوري من هنا، خدي حسابك وامشي. مشيت سوزي وهي حالفة ان هي لازم تنتقم من فهد هو وجميلة، لان هي مش هتستنى معاه سنتين شغل بتحاول بكل الطرق ان هي تغويه وهو ولا على باله، وفي الاخر تطلع من المولد بلا حمص. فضلت تفكر تعمل ايه لحد ما جابت من مكتبها ورق التعيين بتاع جميلة وعرفت عنوانها، وراحت هناك وابتدت تسأل الناس وعرفوها على مرسي اللي راحت له الورشة بتاعته. وطبعا مرسي لما شافها اتفاجئ مين دي. ساعتها سوزي قالت له وهي قرفانة من شكله ومن منظره، هقعد بس يا مرسي، انا جايلك علشان مصلحتك، وانت تعرفيني منين اصلا؟ انا جايلك بخصوص جميلة اللي ارتصتك وتجوزت. نعم، هي مين دي اللي اتجوزت؟ جميلة بنت خالتي؟ هو انا اللي كنت ناوي اتجوزها؟ انا برضو لما سألت عرفت ان انت مش عارف حاجة. لا يا حبيبي، جميلة اللي انت بتقول عليها دي كانت مقضيها غراميات مع فهد بيه صاحب الشركة، وهو زيه زي اي راجل وقع في غرامها، وبشوية الجمال اللي مغطياهم بحتة القماشة السودة اللي على وشها دي، انا جيت لك النهاردة علشان تشوف شغلك، وما تبقاش متقرطس كده من واحدة زي دي. يا ويلها يا سواد ليلها. لا لا لا، انت لازم تفكر بالعقل، احنا الاتنين مصلحتنا واحدة، انا عاوزة فهد وانت عاوز جميلة، ايه رأيك بقى لو نخطف جميلة ونهدد فهد؟ خطف؟ ازاي بس الكلام ده؟ وانا اللي هقولك ازاي؟ بسيطة خالص، انت تجيب شوية بلطجية وتشوف مكان متطرف وتخليها خارجة من الشركة وهي راكبة التاكسي، توقف التاكسي وتاخدها وتساومه بقى بعدها زي ما انت عايز، وساعتها انا هتجوز فهد وانت جميلة تفوز بيها. تمام. وتاني يوم في الشركة كان كل الشركة عرفت ان فهد اتجوز جميلة. خلص اليوم عادي وجميلة مروحة في التاكسي اتفاجئت باللي بيحط قماش على بقها، وساعتها هي ما حستش بحاجة غير لما فاقت بعدها بساعتين كانت في مكان غريب ومتربطة من كل حتة. ساعتها جميلة قالت بخوف، ايه ده؟ هاني فين؟ وانت ازاي يا مرسي تعملك ده؟ انت خطفني ولا ايه؟ اخرسي خالص، ده انت حسابك معايا بعدين. ساعتها سوزي ردت بمكر وقالت، بقى انت بقى يا بتاعة جاية وتاخدي فهد مني؟ ده انت هتشوفي ايام سودة. يلا يا مرسي اتصل بفهد. وفعلا اتصل مرسي بفهد اللي اول ما شاف رقم مرسي استغرب، لكن رد وقال، الو مين؟ انا يا حبيبي اللي معايا مراتك دلوقتي. بقى تضحك عليا يا راجل يا عرة وبتقولي ان انت اخو صاحبتها؟ اسمع اللي بقولك عليه، انت تروح عند المأذون وتطلق جميلة ودلوقتي حالا، وتبعت ورق الطلاق على البيت، يا اما كده يا اما مش هتشوفها تاني خالص. وقفل السكة في وشه. ألو ألو، لكن محدش بيرد. وقتها راح على الاسم عند صاحب عمره فؤاد اللي أول ما شافه قال، إيه يا فهد الصعيد، أخيرا افتكرت إن لك صحابه جاي تزورهم؟ جم معايا دلوقتي يا فؤاد وهات قوة، مراتي اتخطفت، ابن الكلب ابن خالتها خطفها. إيه ده بس كده وقول لي في إيه؟ وأنت عارف مكانها إزاي؟ هي بارد جوم. هي يا ابني ما أنا مقدرش أخد قوة من غير ما أفهم، هو أنت فاكرها قوة أبويا؟ أنا كنت حاسس إن جميلة طول الوقت خايفة بعد ما خطبتها، قصدي بعد ما كتبت عليها. ساعتها كانت أمي اشترت لها الشبكة وأنا اشترت لها سلسلة، قلت لها ما تجلعيهاش أبدا من رقبتك، وكنت حاطط لها فيها جهاز GPS علشان أتبع خطواتها، ومن شوية جالي تليفون من ابن خالتها بيقول إن هو خطفها، أرجوك يا فؤاد يلا تعالى معايا. وفعلا أخذ فؤاد القوة وراحوا للمكان اللي حددوا GPS، هجموا عليه وقبضوا على مرسي وكمان على سوزي اللي كانت بتصرخ وبتعيط جامد قوي وبتقول، انت ليا انا، انا اللي لازم اتجوزك وانا اللي لازم افوز بيك مش هي خالص. ساعتها فهد اخد جميلة في حضنه وقال، حبيبتي انت كويسة؟ حد جرب منك؟ لا انا كويسة، بس خدني من هنا، انا مش طايقة اقعد هنا خالص. حاضر يا عمري، حاضر يا حبيبتي، بس انت مش هترجعي على بيتك تاني، انت هترجعي على بيتي انا وهتفضلي عايشة فيه لحد ما نتجوز. وطبعا وقتها جميلة ما كانتش عندها اي اختيار تاني، روحت معاه البيت وكانت بتترعش قوي، وهو قدر انه يطمنها. وطبعا مرسي اتحبس وكمان سوزي لان دي جريمة خطف بالاجبار، وكمان عشان كانوا حبسينها في مكان متطرف فالقضية مشيت على انها خطف بالاجبار وشروع فيه، لان تليفون فهد كان بيسجل كل حاجة وسجل وقتها المرسي وهو بيقوله لو ما جيتش انا هقوم بالواجب. وفضلت جميلة عايشة مع سلمى وفهد، وكان فهد بصراحة ونعم العوض ليها، وبعد ما خلصت الكلية اخدها على الصعيد وعملوا اجمل فرح وعاشوا من يومها اجمل حياة
كانت ما بين الصعيد وما بين القاهرة، وكانت الحاجة صفية والحاج زهران أكتر من أم وأب الجميلة، لأنهم شافوا فيها الهدوء والبنت المطيعة والأدب والأخلاق العالية، وهم مش عايزين لابنهم أكتر من كده. خلصت حكايتنا اللي ياريت نكون اتعلمنا منها، إن مهما حصل ومهما وصلت القوة بلاش نستغل ضعف أي بني آدم، لأن كل بني آدم مننا عنده قوة عليا، وهي قوة الله عز وجل اللي بتتحكم في الأقدار وكمان بيسرها زي ما هو عايز. يا رب تكون القصة عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في أمان الله.